تعالوا نروح بقى مع حضراتكم لعبه شطرنج، والحقيقه احنا متفوقين فيها جدا 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 في كل الاعمار. البطله نورسين عمرو قدرت انها تتصدر في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، وحصلت على المركز الثالث عالميا، وجي تصنيفها بعد بطله انجلترا وبطله الهند تحت سن 10 سنوات. نورسين فازت باللقب بعد ما حققت اعلى تقييم في الشطرنج الكلاسيك، وبكده بقت اول ناشئه توصل للمركز الثالث من وقت تاسيس الاتحاد المصري للشطرنج من 130 سنه. دلوقتي احنا معانا البطله نورسين عمرو على الهاتف عشان تعرف منها على رحلتها في اللعبه رغم صغر سنها. صباح الخير عليكي يا نورسين. الحمد لله. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا في الاول الف مبروك، واحنا فخورين بيكي جدا جدا، لكن حابين نعرف منك يعني قولي لي انت ازاي عرفتي توصلي للتصنيف ده؟ ما شاء الله دي حاجه كبيره قوي. الله يبارك في حضرتك. اول حاجه انا خدت التصنيف الثالث عالميا ده في الشطرنج الكلاسيك في فئه تحت 10 سنوات بنات، ودي الفئه اللي انا بلعب فيها دلوقتي، لان سني ان شاء الله هيكون 9 سنين في شهر 5 اللي جاي. انا لعبت بطولات كتير قبل كده، لكن مش كلهم كانوا مقيمين دوليا، ولما لعبت اخر بطولتين اللي هم تمهيدي الجمهوريه المفتوحه وبطوله الجمهوريه للناشئين كسبت لعيبه اكبر مني واصحاب تقييم دولي عادي، وما كانوش كلهم بنات، ولان ما كانش عندي التقييم قبل كده الاتحاد الدولي عمل لي التقييم ده عشان النتائج الكويسه دي وبقيت في التقييم الحالي ده. ما شاء الله انت تبقي بطله يعني جامده جدا في المستقبل ان شاء الله، تاخدي المركز الاول باذن الله. ان شاء الله. وما شاء الله ولمضه كمان ومتكلمه وش... طب قولي لنا بس انت بداتي اللعبه ازاي ومين اللي كان بيشجعك؟ انا ما بداتش من كتير، انا تقريبا ما بداتش من 2 سنين. هو السن مش مهم في الشطرنج. ممكن طفل يكسب راجل، وده حصل معايا اكتر من مره. يعني اول بطوله دخلتها وانا عندي 7 سنين كسبت لاعب عنده 30 سنه، فحتى التقييم اللي انا خدته ده كنت كسبت ماتش استاذ فوق الستين وتقييمه عالي. يعني في بطولات ممكن يشترك فيها الاطفال تحت سن 10 سنين مع الشباب الكبير؟ طب لا نورسين، انا في يعني قبل اي حاجه انا معجبه بثقتك بنفسك جدا ما شاء الله. يعني الثقه دي مش سهله ان احنا نلاقي حد في سنك بيتكلم بالثقه اللي انت بتتكلمي بيها دي، ودي اكيد جايه من ثقه كمان في مهاراتك. فقولي لي بقى ليه الشطرنج؟ يعني الشطرنج اصلا لعبه صعبه قوي وانت ما بداتيش من كتير، من 2 سنين. انا حبيتها في الاول عشان شكل القطع وطريقه تحريكها، ولما بدات اعرف القواعد استديت فيها اكتر، ولما بدات اكسب بقى الناس الاكبر مني طبعا اتبسطتي اكتر واكتر. خلتني مميزه وفادتني في الدراسه لانها بتعلم الصبر والتركيز وسرعه البديهه اللي بتفيدني في المدرسه برضه. ومع انها صعبه هي ممتعه جدا واقدر العبها باذن الله طول عمري. طب انت في حد عندك من البيت بيلعب شطرنج؟ شفتيه بيلعب شطرنج فعجبتك اللعبه؟ مين عندك بيلعب شطرنج؟ بابي. صبر وتركيز وسرعه البديهه، انت لازم تقعدي مع جمار شويه عشان تعلميه. قلتي ايه؟ حاضر. جميله نورسين والله. طيب ايه كان ايه الصعب وانت بتتعلمي الشطرنج؟ ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ كنت بلعب ناس اكبر مني بكتير وكانوا بيستصغروني سادا يعني، وفي بعض لا بس على مين؟ اللي كانوا ممكن يكونوا قدي بس بيستفزوني. بيعملوا ايه بقى عشان يستفزوكي وانت بتعملي ايه ساعتها؟ ممكن حركات الوش والردود الافعال. الحركات الاستفزازيه دي انا عارفها. طب بتتصرفي ازاي طيب لما حد بيستفزك كده؟ بتتصرفي ازاي؟ في الاول كنت بتوتر وبخسر الماتش على طول، ولكن دلوقتي بقيت بحاول اهدى وما بيفرقش معايا اللي هم بيعملوه. برافو عليكي والله. طب لما خدتي المركز الثالث ايه المكافاه بقى اللي خدتيها من البيت؟ في مكافاه ولا مفيش؟ سكتي ليه؟ فلوس؟ خدتي كام؟ 500 تقريبا. لا 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 شويه ده انت بطله عالم. ما تسيبيش حقك. ما تسيبيش حقك. لا يعني طيب نورسين، انت في سنه كام دلوقتي؟ تانيه ابتدائي. وعايزه تعملي ايه لما تكبري؟ نفسي احقق مركز عالي في كاس العالم عشان اشارك مصر واقابل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكرمني.
ان شاء الله. وكمان نفسي العب باسم مصر في بطولات عالميه كتير باذن الله، واتمنى برضه اكون اصغر جراند ماستر في مصر. ان شاء الله يا نورسين كل ده هيتحقق، انت تستاهليه، والثقه اللي في صوتك دي ما شاء الله يعني تؤكد ان انت ان شاء الله توصلي لكل اللي انت بتحلمي بيه. احنا فخورين بيكي جدا جدا، والف مبروك ليكي ولاسرتك، وبنشكرهم الحقيقه شكر كبير جدا على دعمهم ليكي وعلى النشأه اللي احنا سمعناها واتكلمنا معاها دلوقتي. بنشكرك شكرا جزيلا نورسين عمر، لاعبه منتخب مصر للشطرنج. شكرا ليكي.